أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ماذا يقال في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ يقول كما قال ابن عمر: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر، وينصرف. ولو أنه ذكر شيئا من صفاتهم مع السلام فلا بأس. لو قال أشهد، لو قال الرسول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده، جزاك الله عن أمتك خير ما يجزي نبيا عن أمته، فلا بأس، لأن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. ولو قال: يا السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس. لو قال: السلام عليك يا عمر الفاروق، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا لهما، فلا بأس. نعم.